كلهم مدنيين. هذا ابو الاحمر، هذا ابو الاحمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون مشاهدينا الكرام كما تابعتم في المقطع قبل قليل، الاعتداء الذي تم على المعتصمين والمتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمة بغداد من قبل ميليشيات مدعومة من قوات مكافحة الشغب، وبحسب الناشطين فهي ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. طبعا نبدأ بالبيان الذي خرج من اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث نددت اللجنة بالاعتداء الميليشياوي الذي طال المتظاهرين السلميين في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد. واستهجنت اللجنة أيضا في البيان تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة الذين اتهموا فيه المعتصمين بأنهم هم من بدأ الاعتداء على قوات الأمن الموجودة بالقرب منهم. طبعا أيضا ناشطون أفادوا أن قوات مكافحة الشغب سلمت السلاح لميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري التابع لمقتدى الصدر بهدف الاعتداء على الثوار في ساحة التحرير. هذه الميليشيات اقتحمت وبزي مدني كما شاهدنا في المقاطع قبل قليل، اقتحمت الساحات وحاولت إحراق خيم الاعتصامات، وكذلك أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين. دعونا نشاهد هذا المقطع. وين السيد مقتدى؟ سيد مقتدى يقبل هيك؟ سيد مقتدى يقبل هيك؟ لا يقبل هيك؟ احنا بعد ما نصير ويا السيد. الان دخول عناصر مدنيه الى ساحه التحرير، قاعدين كانوا يطبون مدنيين، طبوا بسلاح ولو الوادي مولي دق كتلوا العالم، راحوا راحوا شردوا هذولاك. مشاهدينا الكرام، طبعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أن القوات الحكومية وميليشياتها منعت سيارات الإسعاف من الوصول لجرحى المتظاهرين لتقديم العلاج لهم. تم نقل المصابين من جراء هذا الاعتداء عن طريق التوك توك، الوسيلة المتاحة والمعروفة منذ بداية ثورة تشرين في إنقاذ وإسعاف المصابين، وكذلك في نقل جثث الشهداء التي سقطت على يد القوات الحكومية وميليشياتها. طبعا هذا التصرف حقيقة يؤكد ويثبت مرة أخرى مدى تواطؤ الجهات الحكومية في قمع المظاهرة، في قمع ثورة تشرين، في قمع المتظاهرين والمعتصمين، وفتحها المجال للميليشيات من أجل الدخول واستهدافهم، استهداف المتظاهرين بالأسلحة الحية وكذلك أسلحة الصيد وغيرها من الأسلحة التي استخدمت في قمع المظاهرات والثورة. معنا السيد أبو كريم من الفلوجة، أول المتصلين في هذه الحلقة، اتفضل يا سيد أبو كريم. السلام عليكم سيد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيد محمد والله دولة ليس حكومة. مو حكومة يا أستاذ محمد، أنت من يقول حكومة؟ يعني أنا شغول عليهم. نعم. أستاذ العزيز، إحنا مو حكومة، هاي حكومة ميليشيات، إيران، كلها هاي إيران، ماكو حكومة عندنا عراقية. نعم. ما عندنا حكومة عراقية، اليوم صار 14 سنة ماكو حكومة عراقية، ولا إنسان من هاي الحكومة بهم عراقي. نعم. ابدا ابدا ما في حكومه عراقيه ولا واحد، يعني موظف انفر موظف ما عنده عقل عراقي. طيب حتى لو ما كانوا حكومه عراقيه،
ما عندهم حس الإنسانية أن هم يتعاملون ويا بشر، يتعاملون بهاي الطريقة الدموية؟ أستاذ محمد هذول أخي مو بشر، هم هذول جاي يمحون العراق. نعم. يعني يمحون العراق بأكرة. إحنا سأل أنا نحكي وياك، أنا مو اسمي هذا ترى. نعم. أنا مو أحكي وياك، هذا مو اسمي. من حقك. أنا بحكي لك بغير اسمي. من حقك. ما أقدر يعني هسه حتى القناة مال السلمان بتاعها صار اليوم 13 سنة. نعم. يعني ما أقدر أنطيك اسمي الحقيقي. نعم. هاي الناس هاي عصابات إش كان بالفلوجة وإش كان بالرمادي وإش كان بصلاح الدين وإش كان بالموصل وإش كان بأي مكان بغداد العاصمة كلها إيران. نعم. يعني هاي الحكومة أبدا على بكرة أبيها ما فيها واحد لا مدير عام ولا موظف، كلهم أحزاب إيرانية صرف. نعم. إحنا عايشين برابع أخي، رابع إيرانية وإيران تتعرف أحنا وياها جد عداوة. احنا امريكا اشرف من عندهم. نعم. امريكا اشرف من عندهم. انا يا ريت اطلع من العراق خارج اروح الامريكا قبل اقول لعمي انا ايش خسرت انا ادفع لك وخلصنا من هاي ايران. طيب. ما نقدر بال عمي، احنا مجربين بلا سلاح. انا كان عندي سلاح اشكال بس من جت مع الحكومه اخذته كله. ما كل دولة مو إيرانيين. إحنا ما تعرف يا أستاذ محمد إحنا وإيران شنو. نعم. أنا أشكرك يا سيد أبو كريم من الفلوجة، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد حسن من بغداد، تفضل يا حسن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي، إحنا إذا أريد نتكلم على التجاوزات اللي صارت في اليوم أو من انطلاقة الثورة من يوم 1/10 إلى يوم 25، هناك تجاوزات كثيرة. وبالتأكيد هناك أكو يد تحمي هذه التجاوزات من القناص ومن يقتل المتظاهرين. واليوم يدخلون يعني في ساحات التحرير، في ساحة التحرير يعني. هناك يعني قوة غير يعني ملثمة تقتل بدم بارد المتظاهرين، ولا يوجد هناك أي يعني حساب لهذه القوة الذي تقتل أكثر من 6 أشهر اليوم. نحن يعني المواطن العراقي اليوم في ساعات التحرير هو مهدد في يعني في حياته، مهدد في بيته، مهدد. حتى إذا كان يعطي رأي حر. سيد حسن، قبل شوية عرضنا مقطع يا حسن. ميليشياتهم ضد مظاهري وضد كلمة الحق. حسن تسمعني؟ الدولة هي عاجزة أمام هذه الفلول. نعم. حسن. نعم. حسن، قبل شوية عرضنا مقطع يقول بي أحد المتظاهرين الشباب الموجودين بساحة التحرير أنه يا سيد مقتدى ابعد ناسك وميليشياتك عنه. يعني هذا اتهام صريح المقتدى الصدر أنه هو اللي مسلط هاي الميليشيات لقمع المتظاهرين. طيب ليش ساكت الحكومة على هاي الميليشيات وعلى الأشخاص اللي دي يحملون السلاح ودي يستهدفون المواطنين المتظاهرين العزل؟ يعني يعني على الدوله وعلى كل مؤسساتها ان تكشف من القتله الذي يقتلون المتظاهرين. من يوم 1/10 الى يوم 25 الى هذا اليوم هناك تجاوزات، هناك قتل، هناك خطف. نعم. وهناك الكثير من الاتهامات على يعني جهات، على الدوله ان تكشف من هذه الجهات. على الدوله ان ترتقي وتقول هناك حقوق إنسان. هناك تقدر الدولة تسوي هذا الشيء يا حسن؟ تقدر الدولة تسوي هذا الشيء؟ من الأمور التي تمنع هذه الحوادث. اليوم نحن نحمل الدولة ونحمل هذه الأجهزة بإراقة هذه الدماء، على الدولة أن تكون تتحمل المسؤولية. طيب، فهذا كله المفروض على الدولة أن تقوم به. شكرا يا حسن من بغداد. أبو مصطفى من بغداد أيضا، تفضل. أبو مصطفى موجود؟ السيد أبو مصطفى،
فقدنا الاتصال. السيد ابو ياسين من ديالة، تفضل يا ابو ياسين. حياك الله محمد. اهلا وسهلا. حيا الله نافذين البطل الشامخة. الله يسلمك، تفضل. اخ محمد، اليوم اللي شاهدناه هجومك شوفه ماكو اي تام. نعم. معناته بعد صاروا اخذوا التفويض كامل من الحكومه ومن المقتدى الصدر. هو مقتدى الصدر الشخصين اعترف على نفسه، قال ما تمر حكومه لما يروح عليها مقتدى. وهاي ترى هاي السلاميه اللي هتكت العالم، وقبلها مقتدى اسوء رجل بالدوله هو اصبح مقتدى. ولا تاريخ اسود بالايام الصحفيه. نعم. اليوم هذا ليش واقفين صف مع 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 الفاسدين؟ لان هو هاي مقاله الشهيره مال شلع قلع، هاي تغطيه على نفسه، لان هو اكبر الفاسدين. نعم. مقتدى الصدر هو اكبر فتله بالدوله له، بالبرلمانيين وبالحكومه بالوزارات، واليوم هو اللي داخل بالشارع. هو اعترف قال له وين اداناته؟ قال تعطيه للدوله، زي هسه الدوله صارت متعطله شهرين ما عمتك، لو هاي كلها توصيات ايرانيه وصلت المقتدى الصدر عباده الشعب العراقي. نعم. اليوم هسه هاي القوه الحكوميه اللي تستلم الساحه مشان حتى يقتلون المتظاهرين. اول ما بلشوا بالقناصين، والناس بلشوا بالقنابر الدخان وقتل وهرج ومرج تحت التظاهر. ناس عزل جاي تطالب بحقوقها. ينطون حقوقهم واحترموا نفسكم. يعني ومن راح ولا راح الايران مقتدى الصدر والهزة من صار هذا الفيروس نزل من ايران، جا قتل بالنجف. وجا من هناك بمشروع ايراني فضل المتظاهرات المتظاهرين. نعم. لكن اليوم المتظاهرين اللي دفعت دفعوا دم اكثر من 700 شهيد واكثر من 7000 جريح، والمجتمع الدولي والدنيا كلها تتفرج، لا بس محاسب ولا مراقب. ابو ياسين، قبل شويه حسن من بغداد يقول ندعو الحكومه بالكشف عن قتلة المتظاهرين. من يوم 1/10 ولغايه هذه اللحظه يتم الاعتداء يوميا على المتظاهرين والمعتصمين في ساحات التظاهر في مختلف المحافظات العراقيه اللي تشهد مظاهرات. لغايه هذه اللحظه لم تكشف الحكومه عن القاتل الحقيقي او من يقف خلف استهداف وقمع المتظاهرين. هل هاي الحكومه او احزاب السلطه الموجوده تستطيع ان تقول مثلا انه مقتدى الصدر قام بتسليط مجموعه القبعات الزرق او ميليشياته لقتل المتظاهرين، او قيس الخزعلي اللي سوى بجسر السنك وجراج السنك ببغداد والمجزره التي ارتكبها، او غيره وغيره من شخصيات قامت بارتكاب هذه المجازر، تقدر السلطات الموجوده في بغداد انه تكشف بالاسماء تقول هؤلاء هم قتله المتظاهرين وتحاسبهم؟ اخي محمد، هو الخزعلي هو تلميذ من تلاميذ مقتدى، وكان بالتيار الصدري وانشق الى العصابه، هذا كله ناس مستفاده من الميال. اذا هي الحكومه تكشف القتله، وهي القتله هي اللي مقومه هي الدوله. لولا هاي اولاد القتله والمشات والفصائل اللي خالف القانون ما كان بقى الدوله. كيف تكشف قاتل؟ هم دوله قتله. هذا القاتل هو اللي هو صح من الشاوي، صح من هاي الفصائل اللي تابعه، بس هي كلها تابعه للدوله، من دعمها؟ نعم. اول ما دعمها المالك والسماك لحد يومك مدعومه من الدوله. هذا السلاح المنفلت هو منه خلاه خارج الدوله. هو الدوله اللي وزعت هاي الاسلحه حتى تحافظ على الكراسيه. نعم. هاي كلها مشتركه يا محمد، الميليشيات والفصائل والحكومه كلها بقتل الشعب، بس الشعب شلون يطلع نفسه ما ادري. هسه نشوف ان شاء الله بيكت الله سبحانه وتعالى. نعم. ورا هاي الهوسه مال الفيروس، بيكت الشعب كله ينتفض على هاي الحكومه ويخلصها من قتله. يعني يا محمد، هو القتله ما بلشوا بالقناصين، معقوله دوله بكاملها قوه امنيه ما تكشف القناص؟ هم وزعتهم على الابيض يقتل المتظاهرين. فهذا محمد، هم مشاركين الميليشيات والحكومه، ماكو حكومه. والله محمد نستاذن لعلنا في الصباحين تذاك الحكومه، هي هاي كلها ميليشيات. أنا أشكرك يا أبو ياسين وأكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. معنا السيد أبو محمد من بابل، تفضل يا أبو محمد. كريم الشمري حياك الله. الله يحييك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى ضيوفكم وعلى أصحاب القناة، الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. استماعكم ويانا باللقاءات وكشف ما يستجد من أحداث. نعم. في الساحات. نعم. الحقيقة إحنا اليوم إذا نريد نسولف وإذا نريد نحكي وإذا نريد نتحاور ونتناقش ما يجور الآن في ساحات التظاهر والاعتداء الممنهج
من قبل ميليشيات، من قبل طرف ثالث، من قبل احزاب. اليوم ما تعرف بالساحه من الموجود. نعم. والضحيه هو المتظاهر. الضحيه هو المتظاهر اللي خارج يطالب في وطن. يا اخوان والله ما بدي يطالب في شيء، هو بدي يطالب في وطن. اجونا الوطن مالته وشوفوا شلون يشتكي من يقعد لانه صار عنده هويه. ولكن انتم ايها السفله بدون تجاوزات ايها الميليشيات. نعم نعم. ايها الميليشيات، ايها الاحزاب، ايها المسلحين الغير معروفين من انتم. نعم. ومن يستخدمكم لا يمكن ان تنتهي الساحه ولا ممكن ان نرجع من الساحات. الساحات خلقت للاحرار. نعم. الساحات خلقت لمن يطالب بحقه. نعم. واليوم احنا طالعين نازل اريد حقي ونازل اريد وطن. هسه ما تنطيني وطن، ما تنطيني خبزه اكلها، ما تنطيني حقي بالنفوط، صادرت كل شيء. الجار الان الدول الجار شبعت باقتصادي واموالي، شبعت بنفطي، شبعت باللي تريده، قويتها اقتصاديا، رجعتني اني الى الوراء الى 100 سنه، خليتني جوعان، لكن منطيني وطن، رجع لي وطن. نعم. اخي العزيز اريد وطن، والله اريد وطن، انا ما محتاج انه اكل اليوم لانه شبعت رصاص وشبعت بارود. شلون حتتعاملون ويا نماذج مثل الميليشيات، يعني مقتدى الصدر، قيس الخزعلي وغيرهم، اللي يوميا ينزلون اتباعهم حاملين السلاح الحي ويطلقون الرصاص على المتظاهرين، اصابات كثيره في ساحتي التحرير والخلاني. شلون حتتعاملون ويا الاله القمعيه الميليشياويه اللي تابعه للسلطه؟ بالمناسبه استاذ محمد، هم اللي يقولون اليوم المحلات انكسرت وانسرقت المحلات والناس تدافع عن محلاتها وما اعرف الامور هذه. كذب في كذب، كذب في كذب. هو اصلا اكو صراع موجود، اكو صراع على براد السمك وهم يعرفون كل الزين. نعم. ثق وصدد نحن وجودنا بالخلاني حتى نأمن هاي المنطقة ونحرس هاي المحلات. اخاف بالمستقبل يقولون ان المتظاهر سرق هذه المحلة، وهم يحاولون بكل جهد، خاصة القبعات الزرق، يحاولون بكل جهدهم ان يفتحون محلات يسرقون حتى يذبوها براس المتظاهرين، حتى يردون يقضون على الساحة. ما ممكن. بالمستقبل القريب ان شاء الله، وان شاء الله بعد الحظر، طالعين باقوى ان شاء الله، باقوى ان شاء الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعين ان شاء الله، والخضراء مو بعيده علينا ان شاء الله، وعبرين السنك وابو السنك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك يا سيد كريم من بابل، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. لدينا متصلين ينتظرون. أبو عمار من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله وحياك حيا كل الكوادر في قناة الرافدين. الله يسلمك، تفضل. الله يجزاك فضلك. احنا قبل ما نقول انه مقتدى الصدر قتل المتظاهرين وليكن العدد اكثر من 600 متظاهر. نعم. بالحقيقه مقتدى الصدر متهم بقتل اكثر من مليون سني في الطائفيه. فيفترض انه يقدم للقضاء من زمان. نعم. ولكن المشكله انه هالعقول هاي الجامده اللي تمشي وراه والمستقتله عندما يقولهم روحوا قتلوا فلان وقتلوا فلان يروحون. طيب ليش عيون القانون والقضاء ما توصل لهاي الشخصيات؟ مو هي هاي المشكله، انه القضاء ايضا يجب يكون عليه قضاء، لانه انا هسه المتظاهرين يقولون لازم احنا انتخابات مبكره. بالحقيقه اكو امور مهمه من ضمنها انه القضاء يحاسب، النزاهه تحاسب للقضاء على الفاسدين. فاني عندي نقطه دا اربطها ويا هاي الشغله مع ترشح مصطفى الكاظمي حتى يصير رئاسة الوزراء. نعم. انا اطلب فتشورتين من مصطفى الكاظمي هاي اذا سواها اتاكد انه اكثر من نصف المجتمع العراقي راح يأيدوا. وهي اولا يطلعنا منهم قتلة المتظاهرين. طيب. لانه هو رئيس مخابرات وهذا طرف امني مهم جدا، يعني اكيد هو يعرف من الذي قتل المتظاهرين. طيب
اكيد يعني ما لي مجال. الشغله الثانيه شنو؟ يعني شلون نحس ب... نعم الشغله الثانيه، الشغله الثانيه انه يطلع لنا بس خمسه من الفائزين بس رؤوس كبيره. نعم. حتى نقول انه هذا فعلا شجاع، رجل شجاع وراح يواجه وراح يتجاوز الازمه. طيب انت 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 مواطن، انت مواطن عراقي، خلي اسالك سؤال. حضرتك عايش بالعراق ودا تشوف الوضع اللي دا يصير ودا تشوف كل الحكومات اللي جتي، تتوقع مصطفى الكاظمي حيكون فريد عصره وهو اللي الطفره اللي حيصير وحيغير وحيسوي النقاط اللي حضرتك تفضلت بيها؟ كل شيء ما يسوي. يعني هاي تطرقت لها حتى تحدي. نعم. هو كل شيء ما راح يسوي لانه الموجه كبيره، الميليشيات متنفذة وتجمع سلاح. نعم. وتجذرت هنا بالعراق، فكل شيء ما يقدر يسويه. نعم. يعني هاي اكيد الشغله انه بس احنا نقول اذا حتى يعطينا ضوء اخضر للشعب العراقي، هذا ترى اني هذول خمس فاسدين راح اني احاسبهم من اكون رئيس وزراء، وهذول قتلت المتظاهرين اللي هم الشعب هذا اللي صدورهم مفتوحه من اجل كل الشعب، اي واحد ينقتل هو يروح شهيد ان شاء الله في سبيل. نعم. الشعب. أنا أشكرك يا سيد أبو عمار من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد أبو مالك من أمريكا، تفضل يا أبو مالك. تحياتي أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. أستاذ محمد، إحنا ما نقدر نعول على هاي الاعتداءات على المتظاهرين، لأنه هذا لهج متخذته الحكومة من تاريخ بداية المتظاهرات من تشرين لحد اليوم. نعم. فهم ضد المتظاهرين، وهم دا يقبضون بالمتظاهرين، وهم دا يختطفون المتظاهرين، بس الشغله هاي منتهين من عدها. بس اكو عندنا شيء اهم، وهو احد منتبه عليه استاذ محمد، الميليشيات وما يدعم الميليشيات استحلوا الجزيره مال الانبار اللي هي حدوديه مع الاردن والسعوديه. نعم. وكذلك احتلوا الجزيره مال الموصل اللي هي حدوديه مع تركيا وسوريا. هذا ما يعني ان تنفيذ مخطط ايران للمثلث الشيعي، وهذا اذا يدل على شيء يدل على انه هذا عار على النواب السنه اللي موجودين بالحكومه حاليا، اللي ما يقدرون يحافظون على محافظاتهم. طيب، لانه هذا الموضوع خطر جدا بالنسبه للعراق، يعني العراق سيصبح احتلال كامل لايران. ليش واسه شنو العاد؟ يعني اكو بيها وجهه نظر انه اكو امل بانه السنه يقدرون يغيرون نوعا ما بالنظام، لكن اصبح الوضع الحالي ما يعني بس عفوا يعني عفوا يا سنه تقصد كامل لايران، تقصد سنه العمليه السياسيه السياسيين ام الشعب؟ احنا الشعب ما نحكي بسنه وشيعة، بس قل لي تقصد منه بهذا الكلام؟ سياسيين. طيب انت تتوقع انه السياسيين اللي يسمون بسياسيين السنه يقدرون يغيرون شيء بمناطقهم اولا حتى يغيرون شيء بالعراق؟ هو انا هذا الداريد اوصل الى يا استاذ محمد، شكو باقين بالعمليه السياسيه؟ ليش باقين بالعمليه السياسيه؟ نعم. ليش ما يطلعون؟ ليش ما يخرجون على مود العالم يتضح بانه ايران هي الكل بالكل بالعراق؟ طبعا سيد ابو مالك، حاليا السياسيين او من يسمون بالسياسيين السنه حاليا دا يتصارعون على الست وزارات اللي اعطاهم اياها البيت الشيعي حتى ياخذون هاي المناصب، ست وزارات، فحاليا هم مشغولين شويه يمكن ما دا يسمعوك، طابين بصراع هسه، يريدون يعرفون هاي الوزاره حتروح لمنو، ذولا السياسيين السنه. تتوقع من هؤلاء من في العمليه السياسيه كلهم؟ بكل طوائفهم وبكل انتماءاتهم انه ممكن يسوون شيء لهذا البلد؟ كل شيء ما يسوون، ولا متوقع من عندهم اي خير، لان دول شله مال حراميه. نعم. بس انا عتبي على المحافظات اللي انتخبتهم. نعم. احنا انا اشكرك يا ابو مالك. طبعا كلام ابو مالك هو ايضا هو طبعا رايه ومرحب بالجميع، لكن بس نؤكد على نقطه، من انتخب هؤلاء في الانتخابات أو ما سميت بالانتخابات اللي مضت هم من يتبعون هؤلاء، وقليل جدا من العقول الضعيفة اللي مفهم القضية كلها. 82% مقاطعة كانت للانتخابات، ونسبة تزوير لم يشهدها العراق أو العالم ربما كما حدث في الانتخابات الماضية. وحتى وإن كانت انتخابات نزيهة وحصل فيها التصويت
وحصل فيها اقتراع بشكل صحيح، يبقى الاختيار والقرار هو بيد إيران، والولايات المتحدة هي تختار من تشاء. وهناك أمثلة سابقة لا يسعنا الوقت لذكرها الآن بخصوص كيف ذهبت الانتخابات من شخص إلى شخص آخر وفق توافقات دولية وغيرها. جوانا من السليمانية، تفضلي. ألو، من معي؟ أخي العزيز، تفضل يا جوانا. نشكر هاي الحكومة. احنا نشكر هاي جوانا. جوانا موجودة؟ فقدنا الاتصال مع جوانا من السليمانية. أبو مصطفى من بابل، تفضل. السيد أبو مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. الله يحفظك أخوي. أنا يعني الكلام راح يكون مختصر. نعم. وأتمنى أن أشارككم بالرحب الجماعي. طيب تفضل. أخي العزيز، بخصوص التظاهرات اللي صارت، الحراك المدني اللي صار في العراق، حقيقة تنظيم عنده استراتيجية، أنه ما عنده فكر استراتيجي، وهذه مشكلة مثلبة على الإخوان المتظاهرين اللي أنا يزلتهم، أنه واصل رؤية باتجاه تشخيص المشكلة. سبب الضيلات العراق كله هو الأحزاب الحالية الآن، والمفروض التأكيد يصير على اجتثاث هذه الأحزاب من خلال تشريع قانون يضمن وضوح كامل حول تمويل هذه الأحزاب وارتباطاتها الخارجية، وشو يضمن شرط أساسي أنه عدد الأعضاء كل حزب يجب أن لا تلعن عن 500 شخص، 500,000 شخص، حتى نضمن أنه يعني فقط فعلا القادرين على الإدارة راح يكونوا عندهم أحزاب. مو بس تشرطي هذا، احنا المفوضيه لحد الان تقول عندنا 317 حزب مسجل، يعني كل اربع خمس مخططين لغتنا الدارجه يسووا لهم حزب ويطالبون بوزارات. العسر الاخر انه في قناه تمثل انه ما تسمحون انه هاي الكلام مال سنه وشيعه وممثلين، واحنا ما نسمح فعلا، احنا ما نسمح. نعم، ماكو واحد بالعمل السياسي الان يمثل مكون معين. لا احنا بهاي النقطه يا ابو مصطفى، بس خلينا نوضحها لحضرتك. بهاي النقطة بالذات احنا نقول، ليش نقول سنة العملية السياسية وشيعة العملية السياسية؟ هم السياسيين يتكلمون عن البيت الشيعي، ومن في العملية السياسية من الطرف الآخر يتكلمون عن سنة العملية السياسية. لازم نقول هذا الكلام حتى نذكرهم وايضا ننبه بعض العراقيين انه هؤلاء اللي كانوا دائما يحملون في انتخاباتهم الحملات الانتخابية شعار أني أمثل هاي المحافظة، أني أدعم الفقراء، أني أسوي كذا، وين هاي الشعارات من طوائفهم ومن محافظاتهم؟ هذا قصدنا. بس احنا من أنا فاهم قصدك وأعرف انهزم الوطني، لكن من نردد عباراتهم أنه سنة السلطة وشيعة السلطة، فأنا نشيع ثقافتهم، وهذا خطأ، لهذول عبارة عن فيروس دخل على العراق أكثر من كورونا. نعم. دخل على العراق وسيطر على مخدرات. الآن العراق محتل من نخوة فاسدة، وليس من هو ما قدنا احتلال خارجي، احنا عندنا نقطة فاسدة احتلت العراق تتبع أجندات خارجية. هذا اللي موجود العراق بشكل يعني مبسط، وأفضل حل إن يعني هاي الصراعات ما راح تجيب نتيجة إذا استمرت بنفس الطريقة، لأن احنا بنجاريهم وإذا نعتبر فيهم إذا نعترف فيهم كسلطة حاكمة، والصحيح إن هم ذولا مو سلطة، عبارة عن لصوص جو احتلوا مخدرات العراق. يجب أن نشرع قانون، نسعى بكل طريقة أن نشرع قانون يشتغل هاي الاحزاب الفاسده، ويعني نصيح عنا على بقيه الدول، شنو احنا فرقنا عن بقيه الدول؟ تمام. انا اشكرك يا سيد ابو مصطفى. أشكرك. من بابل، شكرا جزيلا. نذهب الان مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنعرض لحضراتكم بعض المقاطع عن الاعتداء والانتهاكات التي حصلت على يد ميليشيا تابعه لمقتدى الصدر في ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمه بغداد. هاي شوف الاحزاب دخلت، هاي طلقه بصدره واسعافات ندق عليها ماكو، وبدك تروح النقله. لا يلا مخشي تعب، بس يلا سعد ايده
لا 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 ارفع راسك ارفع راسك على كيفك على كيفك اطلع على الجمله العصبيه على السريع اخوي حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، شاهدتم في هذا المقطع كيف يتم الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير والخلاني وسط بغداد بهذه الطريقة، دماء تسيل، كثير من شباب العراق سقطوا بين شهيد وجريح منذ انطلاق ثورة تشرين ولغاية هذه اللحظة. طيب، لدينا مقطع مصور يظهر مدى وحشية الهجوم الذي شنته ميليشيا سرايا السلام على المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد، فلنشاهد. اجمعوا علينا مسلحين ناس مدنيين، شوفوا ايش سووا، شوفوا صوبوا العالم وعذوا العالم، شوف العالم هاي كلها هنا جرحى وناس حتى نسوان صوبت، شوفوا هاي كلها هسه متروسه بس جرحى بس جرحى هاي متروسه، وشوفوا العالم منا طلعوا لنا من المحلات ومن شالين تواثي وبوار ملثمين وشالين بنادق رمي حي مو صجم رمي حي، وهسه قام يرمون صجم النوب شوفوا. طيب، هنا نتابع أيضا تأكيد من المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد أنهم باقون في ساحات الاعتصام إضافة إلى استعدادهم الكامل من أجل التهيئة لتظاهرات شعبية كبيرة بعد انتهاء حظر التجول في العراق، فلنشاهد. الأعداد وقلتها بالساحة راح تمهد لزخم كبير ما بعد الحظر أو منع التجول من ينتهي. احنا عندنا حملة مليونية بعد الثورة وراجعين مليونية بعد الحظر عفوا وراجعين بعد الحظر، ونتوقع أن الأعداد راح ترجع أكثر من قبل وأقوى من قبل، لأن مثل ما تعرف أن الحكومة فشلت بإدارة الأزمة. معنا الآن السيدة أم سعاد من الرمادي، تفضلي أم سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أبويا احنا عندنا هاي المخطوفين من الرزازة وجاهيلهم دايحة بيوتهم ماقعة، شو المتورطين ويا الدواعي شطلعهم وهسه يتمتعون، شو احنا المصايب قعدت على روسنا الفقرة. نعم. وهنا احنا الرمادي ولا يوم ما حجا وشاف عوائلهم وقال كل الحكي هذا جاي يطلعونه كذب. نعم. والله العظيم ولو عندهم شيء، لان هذول ابرياء، شو الابرياء ما يطلعونه والعنده شو يطلعونه. نعم. زين هسه اهاليهم فوق الخمس سنين ما يقولون اهلهم يريدونهم يشوفونهم، هم لو يقولون ايه ذولا يابا موجودين تعالوا شوفوهم نواجههم نسمع عنهم خبر، لان الان هسه البشر صار عندهم هيك يعني كانما لا شيء. نعم. يصير هذا العمل؟ ما يصير. احنا توالمت علينا ايران وامريكا. نعم. هود دولة شي يعني بهالحالة، وهذا هذا ربعنا السنة هاي المحافظ ولا تصدق واحد بالحكومة نفع واحد فقير أو سأل على واحد فقير، والله العظيم أقسم لك بالله هسه بيوتنا بعدها واقعة على وقعتها وبقشها. نعم. أنا من الناس هسه عندي وحدة بنيتي شهيدة، هي هالوحدة والله العظيم لحد الآن لا أخذت التعويض ولا هذا اخويا ولا هبيت اخويا، هسه اكود اريد القناه مالتكم تجي، هل يسولفون اطلع الكذب مالهم يقول اشوفهم شوف الان وقلب اليد. نعم. والله العظيم هسه بيته بعدها بقشه واقع، شوف وجهاله هسه انا قاعدين ببيت واقع، وهسه يعني الناس هسه اشتروا تعلم اللي يطلعونهم بالشارع، يعني بهالظروف هاي. سيدة أم سعاد، ولو ما أدري يعني أنتم عندكم هاي القدرة أنه إذا تقدرون بالتليفون إذا أكو إمكانية أنه تصورون الوضع مالتكم وترسلونا إياه على القناة. والله العظيم والله أنا دحين ترى عيوني هم ما أشوف، والله العظيم أقسم لك بالله كل كلام لقوله صادق على كلامه. أنا مدى كذبك يا مدى كذبك يا أم سعاد، أنا بس الفكرة والله ما أخاف، يقول ما يقص الراس على الركبة، والله ما أخاف من أكبر راس غير من الله. ونعم بالله. أنا بس قصدي يا حجية أم سعاد، بس إذا تسمحي لي، أنا قصدي بس إنه حتى ننقل مشكلتكم نطلعها على الشاشة، نعرض الواقع اللي أنتم عايشين به، هذا بس. أتمنى تجون تشوفون بعد بيتها بقشة، والله ذاك اليوم ما حد من أهل الجنوبان متابع القناة مالتكم. نعم.
من أهل الجنوب يقول أهل الرماد اغتنم وكل واحد انطابية. أتحداهم إذا أنطم واحد فقير لا مو كلها دوسة بعدها واضحة. طيب الله يعينكم يا أم سعادة، أنا أشكرك من الرمادي، شكرا جزيلا، أشكرك، وضحت الفكرة، أنا أعتذر منك، لدينا ناس ينتظرون من المتصلين. السيد سلام من بغداد، تفضل يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى قناتكم الموقرة وعلى جمهور الكريم. حياكم الصابر، أهلا وسهلا بكم. الحقيقة بس بتوضح بس حالة ما حصل اليوم ظهر اليوم في الساحة، هو ظهرت مجموعة من الشباب في ظهر اليوم من جهة تقريبا قرب شارع الخيام ما بين السنك وساحة التحرير، مجموعة من الأشخاص أحدهم يحمل السلاح وآخرين يحملون العصي والسكينة وأجهزة لاسلكية أيضا، لا نعرف من بالضبط من أي جهة ينتمون، لكنهم بدأوا بالصياح وبالتشاجر للمتظاهرين الموجودين في الساحة مو بغير مكان. وبعدها صار رمي بعضها بالهواء وبعضها صار على بشكل أفقي على المتظاهرين. أصابوا مجموعة أشخاص ثلاثة أو أربعة، اثنين حالة خطرة، واحد منهم استشهد بلحظتها. هاي الحالة يعني أصبحت يعني حالة ذعر واستفزاز بكل الساحة، انسحبت الجمهور الموجود هناك، لكن بعد دقائق جمهوروا كل الشباب الموجودين بالساحة جمهوروا باتجاه السنك وباتجاه هذه المنطقة. الموجودين بالساحة المسلحين صاروا باتجاه السنك، لكنهم بقوا موجودين هناك. القوات الشغب الموجودة بالسنك الموجودة هناك وقفت بالبداية موقف محايد ولم تلقي قبض على هؤلاء ولم تشتبك معهم، بالعكس عندما زادت الجماهير وزادت الصياح وزادت المشاجرات بدأوا بتفريق هؤلاء المتظاهرين وأصفت طلقات الصشن، وهذا أدى إلى إصابة أكثر من 20 إلى 30 شخص إضافي من هذه العيارات، عيارات الصيد اللي نسميها احنا الصشن. هاي ايضا الاصابات كلها زادت بهالناحيه. القوات الشغب الموجوده تريد تفرق المتظاهرين باي طريقه، حتى لو بالسلاح حتى لو بالقوه، وما فضتها لا القت القبض عليهم ولا فضتها بطريقه سلميه. ودائما راح تبقى هاي الساحه شوكه في عيون الدولة، يحاولون أن يكسرون هذه الشوكة بأي طريقة. ولكن الحمد لله الشباب بقوا موجودين، ما هزتهم هذه العيارات ولا هزتهم هذه الإطلاقات. وهاليوم مساء اليوم جت أم الشهيد إلى ساحة التحرير وشيعوا هذا الشيء في الساحة، وكانت كلماتها مبكية بصراحة. وأتمنى أنه حقها وثار ابنها يعني يرجع يعني الأشخاص اللي قتلوا واللي استباحوا هذا الدم الطاهر الشريف إن شاء الله يجي يوم ويأخذون عقابهم ويأخذون عقابهم اللي استحقوه على هذه الجرائم. شكرا جزيلا لك يا سلام على هاي التفاصيل اللي أوفيتنا بها، حقيقة مهمة جدا أن نعلم ويعلم الجميع حقيقة الأمور التي تحدث الآن في ساحات التظاهر. شاهد عيان ومتظاهر يروي ما حصل بدقة وهي صورة واضحة جدا، وطبعا هو قال جهات لا نعلمها، هناك حديث داخل أيضا الساحات أنها هذه الجهات هذه العناصر تتبع لسرايا السلام، مقتدى الصدر، ميليشيات مقتدى الصدر. معنا السيدة أم حنان من الرمادي، تفضل يا أم حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي العزيز؟ أهلا وسهلا. أقول لك بس أني أطالب عن أفراد المحتغلين، أنا عندي مشطع شخص اللي هم أخواني ولد عمي محتغلين. وأرجو من الحلبوسي اللي حاط فلوس الشهداء وفلوس الأيتام يسوي بيه شقق إله والربعة وبلط شوارع يرتب بالرمادي، يباوع على الأرامل يشوف إيش محتاجات شريدين. يعني يوقف الباب مرمى أرملة يمطيها حقوقها بالكامل. يجي يكتر على العوائل بس يكتر يباوع باب الشخص يروح عليك يباوع على مدي يباوع على ظروف الشخص تا يضحك علي، لأن هو والمن ضحك على الناس والله ضحك علي بالآخر. أو إحنا عندنا محتغلين والله، واحد أمطينا علي دفترين وما يقبل يطلع، واحد جاء قال أمطوني دفتر وأنا أطلع لكم إياه، أو أمطينا علي دفتر وهم ليش فلوسنا تروح بالحرام؟
ياكلون بيها علش علش مسجونين والله والله على جيب يضبطونه من حالهم مسجلين على ما ليش والله هذا تعدى علي والله هذا ما ادري ايش سوى والله الحاله مبرياء عالم الطوب مخدرات سوهم هو عالم ذبحهم وكفيلك الله ذولاك يتجولون بالمناطق ويحلقون سجاجي العالم بالرمادي اللي هو ما يفعل يوافق على العفو مالهم والله ارهاب اربع ارهاب وشاف شيء بعينه ما زال ما عوص بي الواوي الحلقوتي هو كان وياه ما استصار ضدهم على شيء تيانا. نعم سيدة أم حنان أنا أشكرك والله يكون بعونكم وإن شاء الله رسالتك توصل لمن يهمه الأمر ومن لديه القدرة على إنقاذ الأبرياء المعتقلين وكذلك المخطوفين والمغيبين. نقرأ فيما تبقى من الوقت الرسائل الواردة. السيد أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية العراق احتل من قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني وأعوانهم من الدول وعملائهم الخونة من العراقيين في الخضراء وأخذ الحكم الوطني بالقوة ولن يسترد إلا بالقوة. شكرا لك. في رسالة السلام عليكم تحية إلى القناة بعد التحية يقول نستنكر هذا العمل الجبان الذي قامت به عناصر سرايا السلام ونتساءل أين قائدهم وأين دور الحكومة والخزي والعار على هذه الحكومة. السيدة أم صالح تقول نسأل على العفو العام على المساجين والمعتقلين النساء بالسجون ظل ماكو إحساس ماكو عندهم عند أهل الحكومة والله الأمهات تعبت فرحوا الأمهات وخوات المعتقلين. في رسالة من السيدة أم محمد تقول أنا أم محمد من الأنبار اعتقلوا ابني من شهر العاشر بسبب مخبر سري والحكم 15 سنة شنو ذنب أولادنا تنام خلف الأبواب وهم أبرياء نطالب من الحكومة بالإفراج عن المظلومين المعتقلين. في رسالة تقول السلام عليكم أبو كرار اليوم أريد أن أناشد الحكومة بخصوص السجينات النساء ليش ما طلعوهن ليش ما طلعوهن وتفرحون أهلهم هي مرة ليش ما تعفون عن النساء وأتمنى رسالتي توصل. في رسالة أخرى نوار من هولندا يقول أو تقول السلام عليكم الحل الوحيد هو ثورة مسلحة تعم كل المحافظات العراقية ويتقدمون إلى الخضراء حتى يعلن بيان النصر. في رسالة لدينا السلام عليكم شرارة الثورة متوقدة والثوار عازمون عاقدون العزم على الثورة لتلقينهم درس مهما فعلوا من قمع واضطهاد فالنصر آت والحساب عسير. في رسالة لدينا بعد التحية يقول أبناء العراق حيدر العامري من ذي قار يقول أبناء العراق الأبطال يبادون على يد طغاة العصر وتحت صمت الأمة العربية والإسلامية ودول العالم لأنهم طالبوا بحقوقهم المسلوبة في بلد نفطي وغني ووطنهم المباح منذ 2003. في رسالة لدينا أستاذ محمد أتمنى تقرأ رسالتي اليوم وصلت أخبار وفاة 12 سجين وإصابة العشرات بحالات إغماء بسبب الظروف غير الصحية في السجون وأخبار تشير إلى تفشي وباء كورونا بينهم في سجن الناصرية والتاج والمطار والرصافة والكاظمية والشعب والشعب العراقي لن يسكت لموت أبنائه المعتقلين. في رسالة لدينا السيدة أم أحمد تقول أنا أم أحمد من ما كاتب منين تقول أنا أم أحمد محكوم ابني 15 سنة تهم باطلة حكومة فاسدة ملتهين بالبوق والظلم وأولادنا لهم الله. فاتن من ألمانيا تقول السلام عليكم أخي محمد مقتدى الصدر هو إيراني وهو بلبلة وسوى بلبلة بالشعب أو بين الشعب مقتدى من ذيول إيران. في رسالة لدينا أستاذ شلة خونة ورخيصين يتحكمون بمصير بلد كان تاج العرب والفرس متى يتوحد الشعب ضد هؤلاء عملاء إيران ولكم والله عيب رخيصين يسرقون ويقتلون وانتم ساكتين. في رسالة تقول مساء الخير أستاذ محمد يقول هذولا يجوي بالقوة فلازم يطلعون بالقوة هجوم على الخضراء هجوم عام على الخضراء نمسحهم ويا القاع مع تقديري للكادر. أبو يوسف من بغداد شكرا لك.
أبو كرار من البصرة يقول بعد التحية: اليوم انتفضت بغداد وغدا سوف تثور البصرة، اليوم أكملنا بناء المخيمات وغدا ستخرج تظاهرة شعبية في البصرة، كل ظنهم سوف نسكت عن مطالبنا وما نرجع للبيت إلا تنفيذ المطالب، وكلا للكاظمي وللحكومة الفاسدة. في رسالة محمد بن الأنبار يقول بعد التحية: أولا هجوم الميليشيات على ساحة التحرير لا يدل إلا على جبنهم وخوفهم، ولم يستطيعوا قمع الثورة لأنها خرجت ولم يهدأ لها بال حتى إسقاط الحكومة وميليشياتها الموالية لإيران. في رسالة يقول أحد المشاركين وهو حاول الاتصال كثيرا جدا عبر الواتساب: سعد العويسي من العمان، طبعا نعتذر يا سعد، هذه الخدمة غير متاحة للاتصال. رسالة لدينا بعد التحية: أختكم عادل من الرمادي، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. في رسالة أني أم أمير من بغداد بعد التحية تقول: وين الحكومة؟ خلي تحاسب اللي قتلوا المتظاهرين، وين القضاء والقضاة؟ خلي يحاسبوهم لو بس قادرين على ولد الخايبات المظلومين ويحاكموهم بالباطل. في رسالة لدينا الله يرحم الشهداء المتظاهرين، بنت الناصرية، شكرا لك. رسالة بعد التحية تقول: أخوي نطالب بالعفو العام، أنا أم أحمد من ذي قار. مقتدى الصدر أحد المشاركين يقول: إيراني اتغدى بالعرب والآن تعشى، اتغدى بالعرب السنة والآن تعشى بالعرب الشيعة، يعني اتغدى وتعشى بالعراقيين، خلينا نقول أحسن من هالتوصيفات. السلام عليكم أخي محمد، يعني أنت ليش مصر على أنه نوار يا والله يا يعني الاسم يحمل الوجهين وأنا ما أعرف ما شايف صورة، فأعتذر طبعا يا نوار. نطالب بالعفو العام. ابن الغربية يقول: اللهم اجعل الكورونا القادة الميليشيات والسياسيين في العراق، اللهم آمين. أنا من البصرة أم محمد، آخر رسالة: شوكت يظل هذا الوضع وهاي العصابة على روسنا، الله أكبر عليهم، الله ينتقم منهم ومن أولادهم. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا الأسبوع، أنا أشكر الجميع من شاركوا ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.